يقول السائل: هل عدم الرد على أهل البدع وكتمان باطلهم والدفاع عنهم يعتبر من الغش للمسلمين؟ هذا من أكبر الغش للمسلمين، السكوت عن أهل البدع وعدم بيان بدعهم، هذا من الغش للمسلمين. فإذا انضاف إلى هذا أنه يمدحهم ويثني عليهم فهذا أشد وأنكر والعياذ بالله. فالواجب على من عنده علم أن يبين البدع والمحدثات وأن ينهى عنها ويحذر منها ولا يسكت، السكوت هذا من الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لا يجوز للمسلم الذي عنده علم أن يسكت على البدع والمخالفات ولا يبينها للناس، لأنه إذا سكت احتج الناس به وقالوا لو كان هذا محرما أو ممنوعا ما سكت العالم الفلاني وهو يراه. نعم.